بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد معاشر المسلمين إنها المدينة طيبة الطيبة أرض الهجرة وموطن السنة من زارها قربة واحتسابا وحبا لتلك المرابع لبابا أثابه الباري أجرا وثوابا أليست هي مأرز الإيمان ومهاجر سيدي ولد عدنان عليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وهذه دونكم طيبة وربوعها قد بوركت في العالمين ربوعا هذه المدينة قد تألق فوقها تاج يرصع بالهدى ترصيعا هي مأرز الإيمان في الزمن الذي يشكو بناء المكرمات صدوعا يشكو بناء المكرمات صدوعا إخوة الإيمان ومن فضائلها يا رعاكم الله أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه قد عطف الإيمان عليها فقال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يقول الإمام مالك رحمه الله في سياق ذكره فضائل المدينة على غيرها من الآفاق إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة ومن فضائلها رحمكم الله أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها فعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب متفق عليه إخوة الإسلام يا أحبة سيد الأنام نضر الله منكم الوجوه ألا وإن من أجل فضائل المدينة أنه قد بني فيها المسجد النبوي الذي أسس على التقوى قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم